بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا لعلاج الكلف وازاله التصبغات لو كان عندك تصبغات، وهتفتح لك البشره، وكمان هتحسي ان بشرتك مترطبه او هتحسي ان بشرتك كده ناعمه بعد استخدام الماسك ده، ده غير كمان ان هي بتشيل الجلد الميت اللي موجود عندك وبتديكي كده نضاره حلوه جدا للبشره. اول مكون يا بنات هنستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعتي هيكون البن، فهاخد معلقة كده من البن الناعم تركي، القهوة التركي. المكون اللي بعد كده يا بنات هيكون الشوفان المطحون، طبعا بتجيبيه وتطحنيه في البيت. عايزة اقول لكم ان القهوة يا بنات من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفتح وبتخلصنا خالص من التصبغات وكمان الكلف، ده غير ان هي بتشد البشرة وبتعالج التجاعيد. والشوفان مبيض حلو جدا للبشرة، وكمان بيساعدنا في ازالة الجلد الميت، فبالتالي بشرتك هتفتح لما تشيلي الجلد الميت الموجود عندك في البشرة. المكون اللي بعد كده يا بنات هيكون العسل النحل الطبيعي. عايزة اقول لكم ان العسل ده يا بنات يعني حلو جدا في علاج التجاعيد، وكمان مناعم للبشرة وبيديكي نضارة حلوة جدا بجد. يعني العسل ده كده نعمة من عند ربنا. طبعا احنا في الشتاء فالعسل ماسك شوية، بس دلوقتي هندوبه مع اللبن اللي هو هيكون المكون الرابع معايا. بعد كده بقى هضيف لهم اللبن يا بنات زي ما احنا شايفين كده، او الحليب معلقتين، وهنقلب المكونات دي مع بعض لحد كده اما نوصل لقوام اقدر افرده على بشرتي. هلفهم كلهم مع بعض وهنرجع تاني نشوف قوام الماسك بتاعي هيكون عامل ازاي. خلاص يا بنات انا قلبت كل المكونات زي ما احنا شايفين كده معايا، شوفوا ده القوام بتاعها عامل ازاي. هنستخدمها ازاي؟ طبعا على بشرة نظيفة، اي ماسك لازم نستخدمه لازم تكون غسلين بشرتنا كويس بالغسول ومنشفينها. هاخد بقى الماسك ده هفرده على الوجه والرقبة وعلى الديكي كمان، وهسيبه تلت ساعة. بعد التلت ساعة دي بحركات دائرية كده هبدأ افرك الماسك كده من على بشرتي عشان هو هينشف معاكي. بعد كده بعد ما تفركيها على طول بمية دافية وهتغسلي بشرتك كويس، وبعد كده مكعبات تلج في الفريزر وما تستغنيش عنها ابدا، هتمشيها على البشرة عشان نقفل المسام. بعد كده ترطبي على طول بالكريم المرطب اللي انت بتستخدميه. الوصفة دي حلوة جدا، بتستخدميها مرتين في الاسبوع، هتديكي نتائج حلوة جدا في تفتيح البشرة وازالة التصبغات والكلف، ده غير ان هي كمان هتشد البشرة وتعالج التجاعيد. بتمنى الفيديو يعجبك، بقى ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو وتشيري لصحباتك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.